بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلابي طلاب الصف الأول الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله، وفي الفيديو بتاعنا النهاردة هنشرح التقييم التكويني على الموضوع الأول. اقرأ ثم أجب. في قلب القاهرة القديمة، حيث تتراقص العمارة المملوكية على أنغام الزمن، تقع حارة الجمالية، حارة تتنفس عبق التاريخ وتزخر بأرواح بسيطة تعيش بساطة الحياة بكل ما فيها من فرح وحزن، حب وكره، أمل ويأس. تشبه أزقة الحارة شرايين الحياة المتدفقة، تنبض بالحركة والنشاط منذ ساعات الصباح الباكر. تزين هذه الأزقة رسومات جدارية بسيطة تجسد مشاهد من الحياة اليومية، وتضفي هذه الرسومات لمسة فنية على الحارة. في أحد أزقة هذه الحارة عاش فتى يدعى يونس، عيناه السوداوان كحجر الفحم، تعكسان ذكاء وفطنة لا مثيل لهما، بساطته ابتسامته البيضاء كالثلج تنير أرجاء الحارة وتضفئ قلوب أهلها وتدفئ قلوب أهلها. كان يونس بمثابة شمس تضيء دروب الحارة، ونسمة عطرة تنعش أرواح ساكنيها. في أحد الأيام، بينما كان يونس يلعب بالحارة، لفت انتباهه صوت بكاء خافت قادم من أحد البيوت. اقترب يونس بحذر ونظر من خلال نافذة صغيرة، فشاهد امرأة عجوزا جالسة على الأرضية تبكي بحقة. دخل يونس المنزل دون تردد وسأل المرأة عن سبب بكائها، فأخبرته بأنها مريضة ولا تستطيع العمل وليس لديها أحد يساعدها. فشعر يونس بحزن عميق تجاهها وقرر مساعدتها. منذ ذلك اليوم أصبح يونس بمثابة ابن لهذه المرأة، كان يحضر لها الطعام والدواء ويساعدها في أعمال المنزل، كما كان يجالسها ويسليها ويخفف من وحدتها. مع مرور الوقت كبر يونس وأصبح شابا قويا، عمل بجد واجتهاد وساعد عائلته والمرأة العجوز على عيش حياة كريمة. وظلت حكايات يونس تتردد في أزقة الحارة لسنوات طويلة، تحكى للأطفال كدروس في العطاء والتضحية وحب الناس. أولا، تأكد من فهمك ثم اختر الإجابة الصحيحة. 1- الذي يزين أزقة الحارة، يا ترى مصابيح مضيئة ولا زينة رمضان ولا رسومات جدارية؟ هناخد طبعا رسومات جدارية. 2- وصف الكاتب يونس كأنه شمس مضيئة ولا قمر منير ولا نجم ساطع، وصفه بأنه شمس مضيئة. ماذا فعل يونس عندما سمع بكاء المرأة؟ لم يهتم لأمرها ولا دعا لها ولا قرر مساعدتها؟ طبعا هو قرر مساعدتها. 2- استنبط من خلال قراءتك، أولا المكان من خلال قراءتنا طبعا للفقرة، فهنقول إن المكان هو حارة الجمالية بالقاهرة القديمة. حارة الجمالية بالقاهرة القديمة، الزمان أحد الأيام. طيب هو عايز كتابة 4 أدلة لكل منهما، للزمان هناخد هنا 4 أدلة للزمان والمكان. أولا أدلة المكان، أول حاجة في قلب القاهرة القديمة، وبعدين شرطة تقع حارة الجمالية، شرطة تشبه أزقة الحارة شرايين الحياة. هننزل على أدلة الزمان، هنقول منذ ساعات الصباح الباكر، شرطة الحياة اليومية، شرطة في أحد الأيام، شرطة منذ ذلك اليوم، شرطة وبعدين سنوات طويلة، شرطة يتراقص الزمن، شرطة مرور الوقت. كل دي كلمات طبعا بتدل على الإيه؟ بتدل على الزمان. طيب في جزئية هنا بيقول لي استخرج تضاد من القطعة اللي احنا قرأناها ووضح أثره في المعنى، فأنا قلت له فرح وحزن دي موجودة في القطعة. طيب عايزين أثره في المعنى بقى، يوضح المعنى ويؤكده ويعمق أثره في النفس. يوضح المعنى، دي فايدة التضاد عامة زي ما شرحناها في الفيديو قبل كده، يوضح المعنى ويؤكده ويعمق أثره في النفس. هنا معايا سالسا بيقول لي دلل على ما قرأت، فبيقول لي 1- اكتب عنوان مناسب للقصة، ثم اذكر سبب اختيارك لهذا العنوان وهات دليل من القطعة. فأنا طبعا اخترت عنوان فقلت ايه؟ يونس شعلة الحارة.
طيب سبب اختيار العنوان ده ايه؟ حيث يعكس العنوان دور يونس في الحارة، حيث كان يمثل الشخصية التي تساعد وتساند الجميع ويمد الحارة بالحياة بطاقته ومساعدته للجميع من خلال طاقته الإيجابية طبعا ومساعدته للجميع. طيب الدليل من القطع ايه؟ كان يونس بمثابة شمس تضيء دروب الحارة. ده جه في القطع بالظبط، كان يونس بمثابة شمس تضيء دروب الحارة ونسمة عطرة تنعش أرواح ساكنيها. طيب بعد كده بيقول لي في 2، الكاتب فخور بهويته المصرية، حلل ذلك مستشهدا بأدلة نصية. هنقول ايه هنا بقى؟ الكاتب يعبر عن فخره بالهوية المصرية من خلال تصوير حارة الجمالية كجزء مهم من قلب القاهرة القديمة التي تمثل تراثا عريقا من التاريخ المصري، ويظهر الكاتب طبعا يونس كشخص مصري يقدر الروابط الاجتماعية، وهذا يعكس القيم المصرية الأصيلة. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للجزئية دي. بعد كده هندخل على النشاط التاني، اذكر سبب رفع، ده نحو بقى، اذكر سبب رفع الكلمات التي تحتها خط. ممكن تكون الكلمة اللي قدامها مرفوعة لأنها فاعل، وممكن تكون مرفوعة لو هي خبر إن، وممكن تكون مرفوعة لو هي مبتدأ، وممكن تكون مرفوعة لو هي اسم لكان أو واحدة من أخواتها، وممكن تكون مرفوعة لأنها خبر المبتدأ، يعني مبتدأ أو خبر أو خبر إن أو اسم كان أو فاعل. دي الحالات اللي بيرفع فيها او بترفع فيها الكلمة، يعني الكلمة ممكن تيجي مرفوعة في الجملة لو هي واحدة من دول. فهنا اول جملة بيقول لي اقامت المدرسة حفلا ليوم اللغة العربية، كلمة المدرسة مرفوعة ليه؟ لانها فاعل. 2، ظل المعلمون حريصين على طلابهم، المعلمون هنا اسم ظل، هي مرفوعة لانها اسم ايه؟ لانها اسم ظل. هو بيقول له اذكر السبب، فانا بقول له لانها اسم ظل، مش عايز طبعا هي مرفوعه علامه الرفع ايه ولا الكلام ده كله. هنا برضو بيقول لي ايه؟ انك طالب مجيد للغه العربيه، فانا عندي هنا كلمه طالب وقعت خبر ان، عشان كده هي مرفوعه لان خبر ان مرفوع واسمها منصوب. هو مقاتل شرس، كلمه مقاتل مرفوعه لانها خبر المبتدا اللي هو ايه؟ الضمير. الصحة تاج فوق الرأس، الصحة هنا الكلمة هنا مرفوعة لأنها وقعت مبتدأ. حضر أبو صديقي الحفل، أبو هنا مرفوعة لأنها فعل وهي اسم من الأسماء الخمسة. نشاط 3، ضع خط، أظهر لكم بس في الصورة، ضع خط تحت الفعل المضارع ثم اذكر حالته وعلامته الإعرابية. الفعل المضارع ممكن يكون مرفوع أو منصوب أو مجزوم، مرفوع أو منصوب أو مجزوم، ده حالته الإعرابية. فهو بينصب إن سبقته أداة من أدوات نصب الفعل المضارع، ويجزم إن سبقته أداة من أدوات جزم الفعل المضارع، وبيرفع إن لم ينصبه أداة جزم ولا أداة نصب. فهنا بيقول لي إيه؟ يراقب الحكم المباراة، هنا بيقول لي ده خط تحت الفعل ثم اذكر حالته الإعرابية، حالته يعني مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم، وعلامة الرفع إيه أو النصب إيه أو الجزم إيه. فانا عندي هنا يراقب فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه، ولا تترك اخاك وقت الشده، تترك فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون لان سبقته لا الايه النهيه. لن اضيع وقتي فيما لا يفيد، اضيع فعل مضارع منصوب علامه نصب الفتحه لان سبقته لن وهي من ادوات نصب الفعل المضارع. فيما لا يفيد، يفيد فعل المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لأن سبقته لا، ولا هنا نافية وليست ناهية، فالنافية بيفضل الفعل المضارع معها مرفوع. نحن لا نقول إلا الصدق، لا نقول، فنقول هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة سبقته لا، لكن لا هنا إيه؟ نافية، فزي ما قلنا هي ما بتأثرش في الفعل المضارع. لا تسعى إلا في الخير، الفعل تسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم، هنا بقى حذف حرف العلة، أصلها تسعى تمام كده بحرف علة في الآخر، لكن عشان سبقته أداة من أدوات جزم الفعل المضارع وهي لا الناهية، فالفعل المضارع هنا مجزوم لكن مش بالسكون، علامة جزمه حذف حرف العلة. طيب يذكر الأب أبناءه بعدم فعل المنكرات، يذكر هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه طبعا لم يسبقه ناصب ولا جازم. النشاط
اللي بعد كده بيقول لي النشاط الرابع، ضع خط تحت كل اسم معرفة واذكر نوع المعرفة ايه. ممكن يكون الاسم معرف بأل، ممكن يكون علم، ممكن يكون مضاف لما فيه أل، ممكن يكون اسم إشارة، ممكن يكون اسم موصول، ممكن يكون ضمير. كل دي من أنواع المعارف. فهنا بيقول لي السماء صافية، الاسم المعرفة هنا كلمة السماء، ونوع المعرفة معرف بأل. أشجار الزيتون مباركة، الاسم المعرفة هنا كلمة أشجار، وهي معرفة لأنها أضيفت معرفة بالإضافة، الكلمة هنا معرفة بالإضافة اللي هي كلمة أشجار. بعد كده أنتم مستقبل الوطن، أنتم المعرفة هنا أنتم، ليه؟ لأنها ضمير أو نوعها ضمير. جاء الذي نال الجائزة، كلمة الجائزة معرفة بأل، والذي معرف لأنه اسم موصول. وبعد كده هذه ثمار ناضجة، المعرفة هنا هذه، ونوعها طبعا اسم إشارة. وبعدين بيقول لي علي تلميذ مجيد، فأنا عندي المعرفة هنا علي، وطبعا لأنه علم المعرفة هنا نوعها إيه؟ علم. هناخد بعد كده النشاط الخامس. النشاط الخامس بيقول لي حدد الأفعال الخمسة فيما يلي ثم اذكر علامة إعرابها. فكركم الأول إن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. كل فعل بتتصل به واحدة من الثلاثة دول بيعتبر فعل من الأفعال الخمسة. المجاهدون يضحون، يضحون فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، إذا فهو فعل من الأفعال الخمسة، وعلامة إعرابه هو مرفوع علامة رفع ثبوت النون. إياك أن تتركي قيمك التي تربيت عليها، أنا عندي الفعل هنا تتركي، هو فعل من الأفعال الخمسة اتصل به المخاطبة، وأنا عندي الفعل هنا سبقته أداة من أدوات نصب الفعل المضارع وهي أن، فالفعل المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأن إيه؟ سبقته أداة من أدوات نصب الفعل المضارع وهي أن. هما لم يقصرا في أداء الواجب، الفعل المضارع هنا يقصرا، وهو لم سبقته أداة من أدوات جزم الفعل المضارع وهي لم، يبقى الفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. الأفعال الخمسة بترفع بثبوت النون وبتنصب وتجزم بحذف النون زي ما احنا شايفين. فهنا مجزوم علامة جزمه حذف النون لأن سبقته لم. وبعدين أنتم تصنعون المستحيل بالصمود، فأنا عندي الفعل تصنعون هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، لم يسبقه زي ما احنا شايفين ناصب ولا جازم. بعد كده في النشاط السادس بيقول لي اكتب مقال وصف مكان ترفيهي قضيت فيه وقتا ممتعا مع أصدقائك، مراعيا عناصر المقال المقدمة والموضوع والخاتمة، مع التركيز على وصف المكان وصفا معبرا دقيقا والجو العام، مع اختيار المفردات والتعبيرات الدقيقة والمناسبة، والتسلسل المنطقي للمقال مع إملاء وخط سليماني بعدد كلمات يتراوح من 100 ل 150. تعالوا أعمل معاكم المقال، أنا عاملاه وهقرأه معاكم. طب تعالوا مع بعض نقرأ المقال. ده النشاط السادس زي ما قلنا. مبدئيا طبعا احنا بنقول في المقال لازم المقدمة تشمل العنوان وتشمل المناسبة وتشمل وصف المكان، بعد كده معايا الموضوع والخاتم. العنوان معايا رحلة إلى مدينة الألعاب. المقدمة بقى في أحد أيام العطلة قررت قضاء وقت ممتع مع أصدقائي في مدينة الألعاب، في مدينة الألعاب القريبة من مدينتنا. كانت التجربة مليئة بالإثارة والمرح، حيث تجمعنا جميعا للاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة من أنشطة ترفيهية. الموضوع بقى، وصلنا إلى مدينة الألعاب في الصباح الباكر وبدأنا جولتنا في منطقة الألعاب المائية، ثم انتقلنا إلى منطقة الألعاب الكهربائية حيث جربنا مجموعة متنوعة من الألعاب المثيرة. كانت اللحظات الأكثر تميزا هي عندما خضنا تجربة الألعاب التفاعلية التي تطلبت تعاوننا جميعا، مما زاد من روح الصداقة بيننا. الخاتمة بقى هقول فيها ايه، هوضح لكم شوية. مع انتهاء اليوم كنا جميعا نشعر بالسعادة والرضا بعد قضاء وقت ممتع ومليء بالمغامرات. كانت هذه الرحلة فرصة رائعة للاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء، وأكدنا جميعا أننا سنكرر هذه التجربة في المستقبل. ده بالنسبة للنشاط إيه؟ للنشاط السادس اللي هو كان عايزني أعمل فيه مقال وصف مكان. كده يبقى انتهى الفيديو اللي معانا النهاردة. لو عجبك الفيديو أو استفدت منه ياريت نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة الناس اللي مش مشتركة،
ونفعل الجرس عشان توصل لنا إشعارات بكل فيديوهاتنا. أشوفكم في فيديو آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.